الأربعاء 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـ LBC الفضائية اللبنانية. عشاق الفنان مودي الصقور او تحية لليانا وتحية ل تحية لشيرين من الاردن. تحية لليانا اول مرة تحية لاحلى شيرين بالاردن. بس يا بنتي تحية لحليم مودي. انت جالك عن شهرين يعني. تحية لليانا. تحية لليانا وعمر وهند وليلى. اي خل بكونوا جايين. محمد وعبد الله بكونوا جايين بس بتأخر. عمر يعني بكونوا بعتوا بس بتأخر. عادي لما طلع من هون ناظم. لا لا لما طلع من هون ناظم قال ناظر اخذتهم بعدين. ايه بس عادي يعني. ها اوكي ولا شو نعملها ولا لا؟ بس انه ولا حد حضر انا وهي كنا ما مش لازم تحضريه الفكره بس حطيها براسك. هو كل واحد يحضر مشهد وانا اسال كل حد. ارتجلوا جيت سالت كل حد ولا حد حضر. انا كان ما حضرتش. يا مو مشكله حبيبي. شو اخذتوا غراسكم اللعبه؟ فكروا شوي. عندكم استاذ مسرح معقوله ما يعرف يستفيد منهم يعني بالمسرح؟ كيفكم؟ الله يسلمكم. والله احنا قلنا نسلم ما انا ما بيزعجوني بحطوا شي محل. ميشيل وي مدام ميشيل. احنا قلنا ننظف المكان. حطوا لي بليز هذا بارافون هون بسرعه كرسي هون. كملنا هذيك تبع هذاك اليوم. ايها تبع هذاك اليوم نحكي؟ اوكي بدك تحكي انت عن حالك؟ لا حكيت انا خلص. انت حكيت شو اصحابك؟ اوكي هلا رح يحكي. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب. بوكو تمام. انا ما راح حتى للكاميرا. شلونك انتبه الكاميرا؟ رسلت لي انا ليك ليك كنت هيك مبارح. جيبها 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 يلا هيك. اوكي تمام. خوله ثانيه. انتوا بده يكون عندكم القدره تتهربوا لانه بالحياه بكره ممكن تروح يسالك بدك انا شو بهمني؟ انا ما بهمني حياتكم الخاصه. مثلا انت اخر واحد طلعت ما بتهمني حياتك الخاصه بتطلع. بس انا قلت لك اول بدي حدث مهم مش هيك بحياتك؟ ما طيب انا اقرب شيء ممكن اجي واحد كل واحد حبيت بقول لك اول حب مش هيك؟ فرضا قلت اول حب ما بدك تحكي كل تفاصيله بقى. واحد بيختلق بيخبر. ما هيدي اختراع. انا في النتيجه انكذبت علي واقنعتني. انا في النتيجه بكون وصلت لهدفي. شغلت لك الخيال. شيلوا لي الاي سي بعارضكم. شغلت لك الخيال. ناصر الطف الثاني والرابع. لا الثاني والرابع العكس. ايوه اوكي شلت الثاني الثالث انت ماشي الحال. لا الثاني والرابع. اوكي انا كون شغلت لكم الخيال. شغلت لكم انا شو الهدف من التمرين؟ تشغيل الخيال، الذاكره الانفعاليه، الذاكره المرئيه. فهمتوا كيف علي؟ التركيز اللي بيجي هو نتيجه فعل. فهمتوا كيف؟ تفكروا على المسرح. انا بستفزكم كل الوقت استفزاز صفي. انا ما بقدر اعطي صفي انه بشكل غير معني او انه اوقف هيك ايه مليح روح ما بقدر مجامله. فما فيني. انا دائما بستفزكم احيانا كثير. لو ما كنتوا انتوا لو كنتوا تلاميذي مش على الهوا يعني ماشي وحياتكم تطلعوا ماشي. انا معروف انه كثير بئسة. مثلا ما كنت مثلا خليته يطلع كنت استفزيته بشكل رهيب. بس بدي يطلع يطلع يطلع. ما بيجوز كل الوقت حاطط مسافه. تطلع انا بعطيك اول طريق انت بتمشي فيها. فهمت كيف علي؟ مثلا هو حكي وجربت استفزه فوت من هون كان عرف لبق عرف تخلص عرف خلص. في اختلاق على فكره. ايه ما انا مش بالعكس وحلوه طلعت. ما هو بدي اختلاق واقنعتني. فهمت كيف علي؟ وطلعت ظريفه يعني حطيتني ب ب ب ب ب ب ب ب بقصه الف ليله وليله. فهمت كيف علي؟ بطل التليفون. ها؟ بطل هالموبايل. مثلا موبايل هو انه قاعدين بالبارك وعم نحكي مع بعض. رجعت شفت حالي انا بعدني بالقرن السابع. فهمت كيف؟ او الثامن او العاشر واحد منهم. فهمت كيف علي؟ بقى اللي بقول له هون انا بقول له اعطيني حدث مهم بحياتك. خليني اذا الواحد عنده القدره طلع لقي انه الحدث المهم ما بضر بيساعده بيريحه. مثلا مثل ناصر ريحه. انا اعطيته مجال يفش خلقه
فهمت كيف؟ ولو كان في عندي تمرين بس ما بسترجع اعمل له اياه على على الهواء مباشره. لا له ما بسترجع اعمل له اياه، بخليه يبج بج كل شيء يطلع، كل شيء كل شيء. فهمتوا كيف؟ هلا بجوز بستقل له بعمله لواحد او اثنين منكم. فهمت كيف؟ بج بخليه بج بج لانه هو دجات على نص الطريق يعني بده نكزي وببج. فهمت كيف؟ ما بدي خليه يبج. بقى مثلا ممكن ياخذ مثلا هذا بقدر اعمله ل لهون بطايله غصب عنه ان شاء ام ابيت. بيجيك من انا بتكون منتظرني من الشرق بيجيك من الغرب. يعني بعطيك تمرين ما انت قولي شو شو تافه التمرين بحكي وبلش. خليك تحكي 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 وبعدين تلاقي حالك علقت. 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 تكون عم تحكي اشياء بعلقت بكشف الاشياء بين 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 السطور. استوعبتوا علي؟ طيب ليكوا شو بدي اعمل اني. اليوم بدنا نعمل هذيك المرة قلنا منصالح بعض مش هيك؟ منصالح بعض منصالح بعض، كان في أوضة نوم وقلنا منصالح بعض. هالمرة منخانق بعض، مش منخانق بعض، بدنا نطرد بعض من نفس الأوضة. بس بما إنه ما جابلناش الكرسي وما جابلناش الطاولة، حطوا لنا التخوت بليز، حطوا لنا التخت. حط لي إياه بالعرض هيك هيك. يلا كل واحد ياخذ لحظه ناطرينهم هن. يلا واحد يجيب لي الفرشه. برافو بسرعه. اوكي وخلص خلصت هيك. كل واحد يجيب شيء بس مش كثير. الفرشه بس الفرشه هيدا. حطوا لي الكوب وينو التليفون سيني فوق كمان. لا لا شيك شوي مش معقول. شيك التليفون صحيح شو موبايل اللي اي منهم طبعا هيدا حرام وهيك. حرام شيء هيك ما معقول. اي هي هي الطاوله ما بديش اجيبوا لي اياها. اوكي روح جيب حرام. شو الحرام؟ كمبل. شو كمبل؟ ما فيش كبر كبر غطا غطا غطا. اوكي حرام كمبل مع مع مخدي. حطوا له هيدا. اوكي حط لي اياه شي محل لون ما عندي مشكله. هيدا حطوه اون دياجونال شوي. طب خليك خليك خلص هيك. لا لا روق روق انا خلص. طب اوكي هيك شيل التخت. هيك زبط. يعني هيك متمنى زبط لي. عرفتوا علي؟ خلص دياجونال. اوكي مش الحال. ليك شو راح اعمل؟ راح اعمل قبل ما نكحت بعض راح اعمل بسموها الانفعالات القويه. اوكي الانفعالات القوية. حطوا لي كرسي هون. حطوا لي هالأرنب لهون. الأرنب. حطوا لي هيك هونيك. بشكل ما يغطي. لا حطوا لي هون. كرسي؟ إيه إيه حبيبي. أوكي خلص قرب قرب فيه لهون. قرب أوكي. طيب. بدي لكم شغله، انتم هلني فتوا قالوا لكم في هدايا، ما هيك؟ فتوا فتوا ما راقبتوا حالكم، كيف كل واحد انفعل؟ هيدا اللي اي وهيدي وهيدي الفزت وهيدي يا حبيبي يا روح. كل واحد انفعل بشيء، تعال قال لك اعملهم على المسرح ما راح تعرفوا تعملوهم. انا اجت عفويه. اجت عفويه، ما هلني على المسرح بدنا نرجع نخلق المنطق المعاكس اللي وصل للعفوية. فهمت كيف علي؟ عم تصابوا؟ دائما هيك بنخلق المنطق، يعني المنطق الحياتي بنرجع نبنيه بنفكك وبنرجع. اطلعي جيبي لي دبك هيدا دبك. شو بعد كان عندكم هدايا؟ خليني هاي وين تحمل؟ نجيب؟ جيب جيب. شو بعد عندكم هدايا؟ انت وين تحمل؟ في هونيك بوكس حطوا لي هالبوكس. انا بجيب. حطوا لي هون على الطاولة. طيب ماشي انت وين تحكي؟ هذا اللي بتلفن منه؟ ايه مهضوم حلو. اوكي بليز مرة تانية بس يحطوا لكم اشياء هون حطوها على جنب لانه ممكن استفيد منها. اوكي اتفقت؟ مثل هلا انا ما كنت عم فكر اعمل
كنت فكر مثلا اعمل الانفعالات القويه بس اللي بتخوف. قلت لا، اعطيتوني ماده بعمل انفعالات فرحه، وهيدي صعبه كمان اعطيها. اوكي، لكن شو رح اطلب؟ ما رح ننتظر. هيدي اوضه نومكم، اوضه نوم لوحده بالبيت. دخلت ولقيت مغمور كل هالهدايا. انت ناسي شو هي المناسبه، ناسي شو هي المناسبه. اكتشفت انه المناسبه متذكرينها غيرك وعطوا لك اياها. فهمت علي؟ هلا اللي بتروحوا يعني، مش واحد يجي من برجع اقول مش انه يفوت من هون هو عارف انه عامل هيك. لا انا جاي، شو جاي اعمل هون؟ اوكي بليز ما تعملوا لي شيء. شو جاي اعمل هون؟ افترضوا انتم مثلا جاي، انا تاخرت رايح على الجامعه، تاخرت على صفي بالجامعه، راكد وبدي جاي اخذ مثلا محفظتي مضيعه، واذ تفاجات. هيدا شو بيسمى؟ سربريز. ايه بس شو هالسربريز؟ هيدا هدف، حدث، ايفينمون. فهمتوا علي؟ حدث. فهمتوا؟ يلي بده يغير مجرى الفعل. انت جاي تاخذ محفظتك وتروح، فاذا حاطين لك حدث هون قلب كل المقاييس. ما هيك؟ قلب كل شيء. مين بده يعربش يطلع؟ طلع يا ابراهيم. مين ما طلع اخر مره؟ انت ما طلعتش على شو؟ على الاسئله، الحدث المهم. لا اوكي، هلا ولا طلعنا بهيدي على شو؟ على المصالحه. ما طلعت كمان. ما طلعت على المصالحه؟ هلا بنطلعك على المصالحه. ارتجال؟ اكيد ارتجال. بطلع انا؟ لا بس عم فكر انا هيدا وين حطه. مسكر الهيئه، وين بحطه هيك؟ فرجيني اذا هون. لا خلص ماشي اوكي ماشي، يصير في توازن بالمشهد. خلص اتركه هون، حطه على التخت، او حطه هون على طرف التخت. اوكي وهيدا حطيه على البارافون، على البارافون. اوكي خلص ماشي الحال. هيدا حطه نايم هون. اوكي جاتني هون. يلا كل واحد بده يفوت، برجع عيد. جايين عندك. انت جاي مرق الطريق، انت مش قاصد تجي على الغرفه، انت خرجت من غرفتك وصلت بنص الطريق وشوي تذكرت انك ناسي شيء بغرفتك. انت بتحدد شو ناسي، شيء مهم كثير، راجع لتشوفه. وانت بدك ترجع، فرضا انه عندك امتحان يا اخي، فرضا عندك امتحان شيء مهم ونسيت انت انه نسيت دفتر المراجعات تبعك او شيء، راجع لتاخده. واذ بتلاقي هيدا بغرفتك، هيدا صار حدث. انا بدي اسالكم، اذا كان عندك امتحان وجيت لقيت هيدا، ما بتطلعوا بهيدا؟ لك قديش عم حط انفعالات كثير قويه، تردد بين عندي امتحان وترى بدي اشوف حشريه وامسد بهيدا، اخذ وقتي من هيك، بخصص 5 دقائق فرحه كبيره. ما انا ما منتظر، انا ناسي شو المناسبه، ناسي كل شيء. هيدا يعني اكيد انت تتامل لك كيف جاي من جو مهموم، جو قلق، واز جو ديتونسيون يعني استرخاء تام. شفت هودي انفعالات كثير قويه. بدك تبرر لي اياها. يلا بلش لشوف. سكت هونيك. هو صوت بليز. صوت بالرجي كثير واصل صوت هون. في كلام؟ في كلام، بتعمل بدك اياه. اوي يلا فتنا. ليش ما في اسم هذا؟ بلا امتحان بلا بطيخ.
ستوب، ما تفسر لي صعب صراحة، ما بعرف ما تفسر لي.